الخير هذا لهنا دمان نيت ما يسمع سلامت مارين صافو مرحبا سي جون مغلط قيمه <applause> نتنوبا نم مرحبا مرحبا لنتي ساوم ديال شتا قيمه دي تيليفزيون نتزاير غنو فايدو كوز نتمنى كيديهم دوفور ديكنو سيرم دام قرن الى البرامج دو دمو خيرهم لهم ديال شتا قيمه ديال المستوى نو هاتيهم تفرت نوبل اذا سوت عطا امج الحضور منا ونتو اثنين برشا الا ارني الناس مع سن دي منا ونمدون نبيك تطفي تمقرا نوبا مرحبا سوات تاس ديكني مار نسون جا من الحجج نغ نغ احجاجيين وقفت عرفه تنسيو الفون واس ام آه فون العظمه نون واس الحكم د عبارة الى اجليد أمقرن قرن ام مع الاستاذ نسيم بس انا نسيو الفون واس. نسيو في المناسبه ان العيد ام قرن نغ العيد زعلو كنسيو في المناسبه الى ديكن واس نرحمت د التضامن د كافل جار ام سلمان الامه الاسلاميه دي ايلو تيمورات تي ديأيلو سلمان دي ايلو تيمورا ندني تقيمت فيت سنة جون ديما نكمل أولنا مع ويرو والحاج يحيى إبراهيم جون نكتب معالم الحضارة آه واحد القرار نسيو الفونودليس إلى نكمل الجزء الثاني دواني اللي تشمرت آه دي زمولن سلخصوص زمامات القياد القرارة إلى نساوي الغفصن دي آه التنوبة مرحبا يزوان نشمرت نوبة نغم مع الأستاذ مصطفى بوسعدة ديق الموضوع إلى نغيسك تهمي تم قرانس الخصوص اسميا آه دا سنادي عاد آه تيواش آه سجومت سوجومنت توجد انت ديما سنت الى آه المدن تل مدن تلمدين التلاميذ التلميذات التلاميذ الى ان الدخول للدخول المدرسه سي الفور الموضوع الى غير سكت تم قران التحضير البسيكولوجي للدخول من ترونغ آه الوحزان كاع الاشرار ديال عاد نديت نوبان ورحمه قمت معنا طاتفات تاع قران تزعيم امتش تطفي تاع التزعيم تامش سيجل فرح دم قران دي التمزور ديال بلاطون مرحبا نرحب الاستاذ نسيم بسلم تنجي تمرش الاستاذ سيجل فرح دم قران اش نخزر معنا غادي نقيم تمرش ما شاء الله بارك الله فيك اخي أمين. عزيز يوسف هذا اول شيء نحمد ربي سبحانه وتعالى لا يسخرنا دون الفرصه انه ملاقايو ونقيمتو في يعني في هذا اليوم المبارك انا نطلب ربي سبحانه وتعالى ان يوفق الى ما فيه الخير ان شاء الله <applause> ان شاء الله نسيم بسلام سيم كراسي للناشطين امتش ديال مواقع التواصل الاجتماعي ديال الجانب الدعوية نفض <applause> من جانب التواصل الاجتماعي لنصدي <applause> <وسدي> الإعلام <applause> نعم. إلى نصل الضوء يقنسي الكفاءات انت اثنين برشاً إلى نخدم نقنو خدم دم برش دي أهل آه نسوء نوعد الارشاد الديني أدبدا <applause> مع الأستاذ <applause> نسيم <بسلم> أنا نبدأ جوان قيمة تنبارشت أو نتنوبة تاس دي ماري لاني حجاجينا تجن وقفت عرفت نعم. قبل ما نزوى قالوا وقفت باتت تشمرديس باتت الفضائل الى نواس انبر فضائل العشر الاوائل نيور ذي الحجه. ذي الحجه بارك الله فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الانبياء والمرسلين. اولا وقبل كل شيء ان الحمد ربي سبحانه وتعالى مره اخرى إن على هذا اللقاء وعلى يعني او إن وعلى هذا اللقاء يعني الطيب في هذه الايام المباركه امشي تفضل يعني يعني اخي يوسف حقيقه لكان انتعش او نسمي إن مجوره في ايام مباركه يعني ايام فيها كلها خير كلها فضل هي الايام الاولى من من ذي الحجه <applause> ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعني الجل أقسم الله تعالى بها أما شين سن ربي سبحانه وتعالى يعني لا يقسم إلا بعظيم قصدي الجل رب العالمين غير سيق لأن يعني دام قران دي علوك يعني ديس البركة ديس خير كثير, خير كثير رب سبحانه وتعالى لنا في بداية سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر يعني قاعين عزامن المفسرين المشايخ في السن او الليالي العشر عند او السنه ولا كان هذه الليالي العشر الاولى من من ذي الحجه يعني مشينا وهي يعني دا ايام مباركه يعني بعض العلماء والمشايخ يعني فاضلوا بينها وبين العشر الاواخر الليالي العشر الاواخر من رمضان قال منس يعني ايهما افضل ايهما اكثر فضلا واكثر بركه يعني يغلب سيس كثير من هؤلاء المشايخ دين عزامن فضلوا الأول الليالي الأيام الأولى الأيام العشر الأولى من من ذي الحجة طبعا وكذلك رب سبحانه وتعالى يقصد في سورة الحج في قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام المعلومات والأيام المعلومات عند السنة الحج كاع يعني يوم بداية من أول يوم من ذي الحجة كم اليوم الطروية يوم عرفة يوم إلى يوم النحر الأكبر طبعا يعني دقنا دقنا كذا يعني سن فيها سن لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكثر اكثر انكثر دي سنت من ذكر الله يا عز وجل أكثر اكثر من قراءه القران أكثر من النوافل من الصدقات من البر قائلاً الا نسمى وحدي من قيام الليل كذلك يعني يعني كذلك يعني الصوم الصوم نعم لابد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حث حث حثنا فيها على على الصوم اذا يعني ربما وكان كان غير في وقت في وقت عرفه لكن سنين عرفه يعني احث نفسي واحث الاخوه الكرام يعني ان يعني نغتنم من هذه الايام ومن سائر الايام المباركه مش قارن وان في ايامكم لنفحات فاغتنموها يعني ديك الفرص ديك يعني ديك زوكازيون ماشي نقر وشي سنة يعني لا تتاح دائما يعني مد سنت بنادم يعني يغتنم يغتنم منها قدر المستطاع ابتغاء الاجر وابتغاء يعني فضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله نعم. بدنا نسيو مروا فيهم نعم. عرفات او نعم. او الوقفه الى نزقان غلديس احجاجين نعم. بدنا نجمنيني فاون واس نعم. انبارش بارك الله فيك يا رب يو يوسف حقيقه يعني اس ما شاء الله لك نغ في في يوم عرفه يعني وهو يوم الحج الاكبر كتسند يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف له الحج عرفه يعني الصح الحج لب الحج وجوهر الحج الا في هذا في هذا اليوم او نوسو يعني في في وقفه في وقفه عرفه وهو طبعا شك انه افضل ايامنا نون العشر الاواخر اذا او يوم عرفه يعني حقيقه دقنوس لن الحجاج نغل ما إن شاء الله يعني نطلب رب العالمين أن يتقبل منهم ربادي رب قبل سيس إن شاء الله يبارك في حجهم ويرزقنا جميعا إن شاء الله قاعد نشنين دوسي دو يتسلى إن شاء الله كاع وسيس ديغو وسيكسي رب العالمين أن يحج بيت الله الحرام نطلب ربي سبحانه وتعالى سيرزق ان شاء الله مع بعض ان, شاء الله, إن شاء, الله. شاء الله باذن الله بحول الله تعالى اذا مشينا في هذا في هذا اليوم المبارك طبعا يعني ل... 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 اسم الحجاج حجاجنا الميامين لن نسند من منن يعني في... في, بدايه من, من, من فجر هذا اليوم سير الشيا سيغ الشاء لن يعني لن في عرصات عرفه لن مسنا يعني في هذا الموقف المبارك يعني ب... مباشره بعد صلاه الصبح أتقي من ديني التسمسين الى وقت غروب الشمس وكل وقت عرفه كاع لوقفنا عرفه كلها يعني كاع لحظات من الذكر يعني لن مع التسبيح لن مع الدعاء لن مع التضرع لن متوجهين يا ربي سبحانه وتعالى يعني انطلب رب ان شاء الله غني تجتمع سنين يعني, يعني كان جوا اللقاء المبارك نغ يعني كاع مسلم يحيونا هذه هذه الوقفه المباركه هامي باش كي يعني باش كنشارك يتمنى الحجاج في في اجر هذا اليوم يعني ونقر لك كانوا محرومين وغنصحي معاسن لا وانما كل حد مني لا في اي مكان في اي منطقه يعني هذه يستطيع ان هذيك من هذيك اكثر من الدعوات هذيك اكثر من التضرع يوفو كذلك كما لك يعني هذه فرج وقف عرفه على المباشر موجوده في كثير من الفضائيات كثير من القنوات ادي يعني ادي عاش اسم الصحة ادي عاش تلك المشاعر مع الحجاج النفي في في يعني في في ذلك الموقف شاء الله. يعني باذن الله تعالى يسمى انجم اسم ان ان نشارك ان الاجر مع سن طبعا ولا ننسى كاع ندعو بعضنا كاع لك كانوا محتاجين الى دعوات بعضنا ان شاء الله ما شاء الله ما تنسيو اليوم شعائر الحج تصور وقفه عرفات نعم. أين أين الحج نيمس سلمان الى وقفه عرفات وكانه نعم. يوم المحشر حقيقه ما تنسيو المغزى <applause> العظام العظم الوقفة الوقفة باش نكمل إيه؟ نفس الرجعة نعم بارك الله فيك انت في الحقيقة خصاد شارغ في وقت عرفة ان كاع المناسك الحج كاع ماشي اللي نسيو بدا لقدا سبحان الله كل يعني كاع الرموز كلها رموز وتنطوي على اسرار الا وسي خاطر ربما يتبين زد ماشي اللي كانت مؤخرا بعض المشككين في الاسلام بعض الملحدين بعض الذين يردون على الاسلام ربما حتى البعض في اليمن رسالة الإسلام، يتبيّن أن الحج عبارة عن الحج عبارة ديك الوثانية يعني أن نوع من إحياء النعارات الجاهلية أن تكون غير مفهوم أنت في الحقيقة كل أي منسك من مناسك الحج لديه يعني أسرار كثيرة، لديه حكم وعبر يعني أنوصد أن نوصّى نعزم الكتب أن نعزم الكتب أن الى إلى ما ألفه العلماء والمشايخ دوننا أن نرجع حقيقة كل نسك كل شعيرة من شعائر الحج التي سجل مغزى تزعلك ذلك هو ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فقد خصت شر لو أن ندم وليت ولت... معيلي تولقي رهامي يعني يبتد ون... ما معنى الطواف ما معنى الطواف كيف الدورة حول حجر نغم ما معنى الإحرام ما معنى رمي الجمرات كل شرر غسجن... لغس لغسل لغس المغزى وأما يعني بالنسبة لي... لوقفة عرفة يعني بالضبط أمشي يعني تفضل فعلا يعني عبارة عن دبت انتهى عبارة عن محشر مصغر في عن متر الموقف ذلك الحجيج الأعظم يعني كاع نتلبن كلهم قال لبيك اللهم لبيك لن بدنا على صعيد واحد يعني تفكرنا بيوم القيامة تفكرنا بيوم المحشر بيوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بتا وقفت عرفة الذي ربما كت ربع ملايين سنة من حوالي خمس ملايين حاج ولكن يعني يوم القيامة ويوم المحشر ربي سبحانه وتعالى ادي جروديس جميع الخلائق ادي جروديس جميع البشر جميع مدني عقب فون تمرتو من لدن ابينا ادم عليه السلام الى اخر انسان اذا يعني أه وسي يحضر في في تلك في في وقفه عرفات نقول وسي يتفرج من من بعيد ادي حاول قدر المستطاع يعني ادي استحضر ادي استحضر باللي ماشي يعني مدني لم بدني ديني ذلك اولئك الحجاج زديغ ولا انت مع مدن كاع جميعا ادي بدني ديغ جاري سن ربي سبحانه وتعالى يعني أه ويقفون للحساب تسولا على كل ما قدموا وعلى كل ما اخروا اذا دي سون دي سون الاعتبار ديس كذلك يعني حتى لاحظت حتى اسمورانص يعني كاع ما كل الموحدين في اللباس كاع تقنا اسمور يعني اللباس الحرام سنت مش قر سنت منا شفنا سندراوات يوم القيمه كاع نبدا مني بين يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى لاش الفرق جاري كندق الا بالعمل الا بالتقوى نطلب ربي ان شاء الله راني من من المنتقل كذلك تخديس يعني معنى اخر عرفه يعني توبي من توبي من التعارف يعني ربي سبحانه وتعالى يتجوين اي نملقه تتشل تكتي مره واحده في في العام ادملقان يعني دي سي من, مشي من مختلف, يعني مختلف الاجناس من كل حدب وصوب وسين كاع من مشارق الارض ومغاربها ماشي نربي في صوره الحج ياتوك من كل فج عميق حقيقه يعني اتوحدد رب العالمين حد يعني يسد من افريقيا حد يزد من 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 اسيا حد يسد من اوروبا من امريكا أتفدني يعني جميع الاجناس جميع الاعراق جميع اللغات جميع انواع البشر سبحان الله العظيم اذا ديك الفرصه تسمى ديك الفرصه تنبرشت للتعارف وكذلك لتوحد المسلمين ولاشتراكهم اسمها تشترك على القضايا الكبرى وللاسف يعني بمن يتلاحظ يوا يوسف الى وا سي زوكال ديني الى وقف عرفه يعني تستحضر رب العالمين مع الكوبانيتس دي مع الجماعتس مع مدينه مدينتس انت في الحقيقه كنحد يتجمعوني دي السن اللي يتخلف، ليخالف يخالف ماشي قال الاصل التشريع اسم المقصد من وقفة عرف رب العالمين جاش عرفه باش كتزود يعني تختلط مع ميدان تملاقي مع ميدان يعني تحتك بخلق الله عز وجل ترقد ميدان بمختلف الاجناس تزود الاعاجم تزود الماليزيين دون يسمى يعني المغزى من من وقف عرفه وتقيم يعني محصور في نطاق خاص وتقيم في اطار ضيق من اطار عرقي من اطار مذهبي كذا روح يعني مش قال خلدي منتش خلدي منتش سيد في منتش مع جميع خلق الله تعالى خطا يعني نخص نغنس نخص نغنس لك الأم تكت أمة واحدة ربي سبحانه لنا في كتابه العزيز وأن هذه أمتكم أمة واحدة. واحدة. نعم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون يعني عند الله تعالى الشخص وني من القبيلة الفلانية وني من العرق الفلاني وني من المذهب الفلاني كاع رب العالمين لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى يعني الشخص الفضل فضل أنت تمايز إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى كذلك إلا ربما يعني يحز في القلب إلا يتغاضى يعني يمسلم من ادملا كانديني على اختلاف كتسند ملالهم طوائفهم نحالهم إيه ادملا كانديني في مظهر وحدوي في مظهر يعني تكاملي رائع جدا بصح مشكلتها ما تفغنسيني اتقدا الوقف عرفه آه يعني يفض الحج أوزاره وتنتهي مناسك الحج أدعو الدول التمدينين سنه الدول لمشانسن الدوله مني الدول اللي من غنسن الدول اللي للصراع الصراع الدولني التي حتى الى التذابح بتقفير. الى التكفير الى تفسيق بعضهم يعني الى الكراهيه هم يتصارموني أنت في حين يعني عرفه توجموني يعني جعل انما جعل للتعارف انما جعل للتكامل انما جعل للوحده اذا يدري المقصد للاسف يعني يغلبني مسلم والفهم والتف... والتف... يعني ان رب العالمين يعني أدير رزق من هذا هذا المغزى كذلك دي سكت على خلاف ان عرفه هي هي فرصه لتعرف الانسان على نفسه بندم ماشي قال مريح مريح بالسي معي ما في خلوه ربما يعني آه الخلوه ربما لا تتاح له تمدين تس ربما والتوالف ربما والتجرب بصح وقفت عرفه يخصنا نقول غيس إيه لا شي لا ماشي لا لا الا إيه ديني من, آه من من بعد طلوع الشمس الى وقت اه <applause> الى وقت الغروب يعني إلى متفرغ شغل كاع عندي الا متفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى الشخص يجن الشغل الا ان يسبح ويستغفر سمي اذا ديك الفرصه بندم يتعرف اكثر على يتعرف على دواخل نفسه يتعرف على اخطائه يتعرف على عيوبه وكذلك يتعرف على ربه سبحانه وتعالى وقال انه سمي عرفه لانه يعني مكان لمعرفه لمزيد من معرفه الله سبحانه وتعالى اذا يعني تخلي للاسف الا وسي قال دي نيت لها ليها يعني لا يلقي ربما لا يلقي مع الجماعه تسلي تقصر ربما لا يساوى ربما لا تدفي حديث جانبي لا تدفي حديث دنيوي انت عارف اصلا يتوجه لذكر الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله نطلب ربي توني نوع ما يعني مقاصد يعني مقاصد يعني مقاصدنا يعني يوم عرفه يوم يوم الحج الاكبر نسيت ديك ديك الوقفه اللي انا غير سكت تم قرنت قلت المناسك للحج آه آه وقفة عرفات دي قنواس إلى أن يسبق إلى الوشاس إيه يقدر مناسك نعم. الحجاج إلى أن عادي عديسة قبل أن العيد نعم. الأضحى العيد آه نعم. أنسول فون مغزى إلى أن يسترسيت آه يوش أم قران يمسل من إيه نعم رب يحفظ نعم يعني آه حقيقة بعد ما غدا أتقدم إن شاء الله الحجاج آه من وقفة عرفة أظن زاري إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام سبحانه وتعالى في سورة الحج فاذكروا الله عند فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم تخيبا حتى المزدلفة هذا شهر يعني ديكن ديكن دي, جن دي حقيقة يعني اللي بنادم ماشي المديس التواضع هذه المديس يعني ديال السرسيمانس خاطر ميتزود المزدلفة ليش تزود هذه اللوطة ولا تزود تفدي مانش الراحة؟ الراحطه يعني في الاحوال العاديه لا تزود المزدلفه تفرش طامورت تطامون ربما تفرش ديك الكارتونات ربما يقن درامون يقن خفيف طبعا وهو يذكر كذلك بالمقبره يتفكر يعني مثل يقول مدن كاع ملي مستفن يعني قرص ربي سبحانه وتعالى زديغ يعني ستموت زديغ سيكنوس التمتم التتم في المقبره زديغ يعني توبعت كل جريف فاسن ربي سبحانه وتعالى لي ليوم يوم المحشر اذا توني بالنسبه للمزدلفه واما بالنسبه لي عيد الاضحى المبارك عند يعني ان شاء الله عند رب العالمين يعني اغنتي بالله قبل ما نزول العيد نعم. الا واسي نذكر نطرو الى الصوم يعني الفضاء إيه؟ النظاميه سنين إيه؟ يعني واسي إيه؟ في ربي نعم, نعم نعم ان شاء الله يعني الا كان نصبحت نظوم نظوم في هذا اليوم يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في صيامه ويقول يعني قال في حديث له ان يوم عرفه يكفر السنه احسب يعني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده اجتنبت الكبائر اسمها ديك الفضل لزعلوك زعلوك بندم دي بنادم هذه بروفيطا يحاول هذه بروفيطا هذه الايام هذه الفضائل الايام البيض يوم عشورة. صيام يوم عاشوراء صيام احياء ليله القدر لو استخطر وليتي الاهتمام لهذه الاشياء في حين انها عظيمه عند الله سبحانه وتعالى اذا كذلك ان شاء الله يمر لي على كل حال بصح مهم ننصح يعني بنادم يعني يعني ان يصوم نعم يعني سنه لنا صيام هذا اليوم نعم من في العيد الاستاذ إيه نعم بارك الله فيك وما بالنسبة نعم لعيد الأضحى المبارك طبعا من غير كلمة عيد الأضحى ما <applause> قبل قبل ذلك طبعا قبل ما نفكر انا انا نذكر القصه نعم رباش يحفظك نعم فعلا قبل ما نفكر طبعا انت حقيقه بالنسبه يعني بالنسبه للصبيان بالنسبه لبورص مباشره ربما نتفكر اوفريش العيد بس قبل ذلك حقيقه نتفكر سيدنا ابراهيم عليه السلام وكذلك ابنه سيدنا اسماعيل عليه السلام يعني عيد الاضحى المبارك تبى هو عيد ل... عيد للتضحيه هو عيد للفداء هو عيد لمناسبة للعبودية للإذعان لاستسلام يعني اسر سيني أدم ادي استر ربي سبحانه وتعالى اما شي سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني اسر يا رب العالمين عز وجل يعني ولنقش لم في الامر لم يمشقر قال ولد لم يتلكى يتقاعس ولو للحظه واحده بمجرد يعني ربي سبحانه وتعالى يحيز يعني اوحى له وهو وحي مباشر وجيز يعني سيدنا جبريل عليه السلام وانما يرقب رؤية في المنام سبحان الله يعني وهذا من آه تمام اخلاص الانبياء وهذا من تمام عبوديتهم لله عز وجل وحبهم لامر الله تعالى. سيدنا ابراهيم عليه السلام يرقب آه يرقب يرقب بانه يذبح ابنه سيدنا اسماعيل عليه السلام. يعني من من سيدنا اسماعيل عليه السلام يعني انفكر وانتتي بانه ابنه الوحيد وخني سيدنا سيدنا سيني ابراهيم زدغ لغرس يعني زدغ غندا يكسب ماشي نقرا غرس يعني فقط لغرس سيدنا اسماعيل عليه السلام وان كان سيرزق فيما بعد قال من بعد سيرزق رب العالمين سيدنا اسحاق عليه السلام من بعد داوي سيدنا يعقوب عليه السلام يعني داسن طروا بصح لحظات ني وختني يتو غرس ولد وحيد ولد وحيد كملت هذا الولد او او ورايو يعني يعني يشس ربي سبحانه وتعالى بعد سنوات من الانتظار وجي سمير سقط رب العالمين انت دابا الزان ديغ جانا ماشي نقارن 20 عام 25 عام أتيني لاباس يعني كنا تيغرس طيحه قريبه ديغ زمان طويل ديغ ديغ الوقت ديغ الجرارس ديغ يمكن ديغ الروز يمكن وانما يعني ربي سبحانه وتعالى رزقه اياه بعد ان بلغ من الكبار عتيا اللي تنطو قالت يا ويلتا االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا كيف ضروا شي اسم هذا يعني ده مقصود اه يعني ايه انت دوس سار يعني خايج حد غير السنوات لا غير عشرات السنوات لي سوج ميغنوارا بعد ذلك يعني رزق ذلك الولد السني غرزت اذا على صح صح حقيقه امر امر صعب جدا كمل دخ يعني آه وجي ولد اسم ديك ديك نوارا يعني نيني يعني اسمه يسحمق يسحمق الوالدين ناس ديك نوارا لا عاق النغدي يعني لا يراعي حق الوالدين وانما بصريح القران يسمى ربي غلام عليم وفي ايه اخرى غلام حليم اسمها غير صفات عاليه من الصابرين يعني نيفو مستوى عالي جدا مع ذلك يعني قصر يعني الاخوه الكرام المستمعين في المعطيات معطيات يعني امر الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم مش كده مش كدا كملت خو رب العالمين ازنت مثلا معي قنحت قال زنت مع يوات شنو مثلا مع اي انسان قال روح غرست كليتي كاع يعني أول رقبه المهم غرستي كت الصحراء كليتي ديك نورير ومهم لا يعني طيب انيس ربي سبحانه وتعالى وني دممتش يعني تورزق يعني رزقت اياه على على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق كمل يا ربي سبحانه وتعالى التويد كملت التويد تغرس يعني اندرك يعني مش قار المستمعين اندرك مشقه ذلك الاختبار بسبحانه وتعالينا في صورة الصفات ل... ل... قال هب من من الصالحين فبشناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي كملت كملتوني واللي ضاب سيدنا اسماعيل وللي مثلا ورا عامين نقتل سنين أني ربما سيكون يكون نوع ما هي نزدغ ماشي ديك الشر دوني دي تيوالف وانما بالعكس اللي دزعلوك يعني الا بلغ معه السعي سما لا يوض باش كاتي كاتف باش كتعاون دي مع ذلك انيس رب العالمين تراس فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انيس فانظر ماذا ترى, ترى. انيس يممس انيس رقب يعني بتتينيد طبعا انت هو الناس فنظر ماذا ترى باش كتيشاور دا شاور يعني وكان ويغرس وانت لا فنظر ماذا ترى سيدنا ابراهيم عليه السلام يغسل السيلي سيدنا اسماعيل عليه السلام الى مستواه الراقي الى مستواه الرفيع الى عبوديته الى استسلامه الى تقواه لله عز وجل يعني يغسل سيدنا اسماعيل يتوخ في المستوى هامي خطر تربية النبوت تربيات صالحه يتشردخ من النبوت فانظر ماذا ترى مباشره الناس قال يا ابتي إنس افعل ما تؤمر إنس ايه. ما يسجد الامر صار ربي سبحانه وتعالى يعني مباشره نفذه ولا, ولا عليه فافعل ما تؤمر يا ان شاء الله من الصابرين ادين رب العالمين بعد مني فلما اسلم وتله للجبين يعني ينفذ وهو غير يعني مش قاري يزعمه بركان بركان غير يترار دور ماشي نتعبر شي اه يتمثل دا مثل بركان هاي يزوا بيت يعني يويت الى مش قاري الى, الى امر واقع بيد الموسيخ ستغرس فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه طبعا رب سبحانه وتعالى ان يسول يحتاج ولا يحتاج وانما اريد من كذلك الاستسلام خصك خصك شيء العبوديه تني داير الخضوع الاسلام لامر الله تعالى تكمل معليش فقط تصدين غداني طبعا شي المغزى ونيتوني القصه سيدنا ابراهيم عليه السلام المغزى اللي من هذه القصه يمر ربي سبحانه وتعالى جنغ جنغ يعني لسنه التضحيه النغرسي في فراش النغرسي علاش في في يوم عيد الاضحى المبارك بصح هل كانت نتبي المغزى معه مني هل كان نتبي العبره هل كان نتراجع من هل كان هل على مستوى سيدنا ابراهيم عليه السلام لكن على منهجه كان على طريقته نغرس يعني نشوف ريش سيدي نجي الملفوف نفشفش الله بسم الله بصح قدا لم نس يعني لم نتحقق من مقصد من عيد الاضحى المبارك لو ستفدي تعيد بصح في نفس الوقت لا الله يصري لعقلي والديه التفجير تعيد لا يغرس تخدين شينا على ملة إبراهيم عليه السلام يعني دي قبل بالموسى دي سما مصح إلا يتاكر مثلا إلى يسرق إلا, 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 إلا والعياذ بالله لا يزني إلا مثلا يحتسي الخمر ليش الخمر مثلا إلا يتكر إلا مثلا يغتصب الأراضي إلا يغتصب مثلا في في ما في كتتاريكت مثلا إلى يلي يتكر اموال المسلمين نغلي يترك نغلي تارك للصلاة نغلي تسبه تبه لا غير تف الشرب الذنوب والمعاصي الشغل سوى لا تخذر ذره من نية في قلبه باش كذا دى صحه غادي يقول غادي يتوب الى يضحى سينا نغي قال تضحية شي شخص كاع المعنى وتفهم كاع اصلا من المقصود من عيد الاضحى المبارك فتكون شات شات لحم لكن يعني تستمتع بالصح يعني دغلت هو ديال لبي نغ الى جوهري عيد الاضحى المبارك نطلب رب العالمين ان شاء الله تكون انتم اذا امين ان شاء الله او العيد الاضحى هذيك الفرصه تضادت نعم. اذا كان يتضامن دو تكفل آه إيه؟ جار مدن نعم. بهذا الوسيط اذا كان غتنوشي مدن غير انا تفكر نقلل نعم تفكر انت جالين تفكر وسيله يعني ضامودان إيه. لو اي نعم ربي يحفظك بارك الله فيك فعلا انت العيد عموما يعني ربي سبحانه وتعالى يجي لا حتى عيد الفطر ولا العيد بالظن يجيت ربي سبحانه وتعالى ديك الفرصه نعم يعني للتضامن للتكافل للتراحم لصله الاقارب لي للتكافل بين المسلمين في ذلك يعني طبعا نوصى بعضنا نذكر بعضنا في في هذه المناسبه عيد الاضحى المبارك ربي قبل يعني وسي مش ماشي ادين فق ربادي قبل ولو كان يعني تلقى حد ينجم يعني يوضي الى درجه يصدق نفرش يعني يصدق تو شيتي شكتها تجاهل تنغي اليتيم يتيم وشيتي شيتي كنوزا والد قل خير دز عليك تخيل واسي تجاموني يعني و... <applause> قبل حقيقه نديك نورز نديز عليك تخيل واسي تنفق شماله ما لا تعلم يمينه يعني واش غير يتشم مني علانيه وانما صلى البعض يعني الله يبارك ربي باقى السر ربي باقى غير السر ادي ثلاثه اربعه نفرش غادي زو غادي يقصد لبعض نا... البعض نتدارينا موني نتهجالين البعض اللي تاما غادي رزم تاور تدي تكفريش ما قال حد وما سمع ولات ولات حد ولي تسنسماني حقيقه نوني قلنا ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم دي قال خدز عليك رب ضيق بفوسيله تجموني يمر ولا وسي ولا وضي لهذه الدرجه يصدق كاع سيك التخسين غادي تسقسي قالو فريش هذه حاول هذه صدق, صدق السفريش سنتها يعني, يعني خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يعني في سنة اسمها بالنسبه للاضحيه ثلث ثلث يؤكل هذه توش, توش في عيد الاضحى تخ بنادم يحاول يعني يتوسع يوسع على اله ويجي غرس مش قراديس قد ياكل هذه ايام اكل وشرب واستمتاع وذكر لله سبحانه وتعالى ربنا مولى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعترب بنادم من ثلث ثلث الاضحيه وكذلك يدخل الاخر آه اسمها ادي من الثلث الاضحيه والثلوث وضيضن ادي كل الا وسيات الصحه هذه غرس كل تزودي نقول كل تزود الادخار ولا يتصدق ولا يدي قنطق داز علوك بالعكس يعني يتوج عيد الاضحى المبارك خاصه نو سيت يعني ولي وسي عيد خاصه كذلك مارو مع الدخول المدرسي مارو كتسنى وسين المناسبات ونيد العيد ونيد الدخول المدرسي الدخول الاجتماعي يعني الله يقاوي ماشي نقار كتسلم المصاريف الغلاء اي ضرورات الحياه حقيقه سمني ربي قبل يعني نصيحه بتي حد يعني حد قنحد الجيران مثلا من اقاربك بنادم ما يبدا شخص الحياة يتصل الاقارب بس حسنت بلي ولي عياد يعني ولا واد كذا ربي قبل وش ثاني يكتب رب العالمين الناس اللي كتحميس الناس يعني غادي فرح يعني دك الخير داز وهذا هو اعظم مقصد من عيد الاضحى المبارك ان شاء الله ان شاء الله رب يقبل قبل نشكر امتي الاستاذ نسيم بسالم صون ايوان بسالم خوات المقتضى باموني توسين تاعي عفويا ان شاء الله ما شاء الله أشنشكر نشكر امتي الحضور تاع معنا ديت مزور ديت البلاطون تنوبه مرحبا ان شاء الله ولا من جماعه شكت الفرزه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان نصرميت نتمنى ديما عشان نجاوب تفضل يا شيخ بارك الله فيك بارك آه نجاوب تاع تفضل اي ما شاء الله طبعا نقول لكم جارو نهني آه يعني المسلمين جميعا دهنغ توتيك كذلك المسلمون جميعا في مشارق الارض ومغاربها نهنئهم بعيد الاضحى المبارك أنتبر رب العالمين ان شاء الله غنديو تيد سلهنا ان شاء الله دلامان آه. ان شاء الله نعيش لحظات جميله وطيبه كذلك يعني نطلب ربي سبحانه وتعالى يعني بتل للقناه اللي تصرف في العالم الاسلامي كترقم يعني انغى الحصار التقاتل بين المسلمين التشرذم التفرق الانحطاط يعني نطلب رب العالمين مادام كان ان شاء الله في وقت مبارك كان في حصه مباركه انت رب العالمين ان شاء الله اديس بالدوله لحالته رب العالمين ان يجعل حدا ل... لتدهور المسلمين لتشرذم المسلمين لتفرق المسلمين لتذبح المسلمين أنطلب رب العالمين إن شاء الله أدير, أدير من بعضهم تعود القلوب إلى بعضها البعض وتزول محبة تدول الأخوة تدول الصفا أنكم إن شاء الله كاع الأم تكت أنطلب رب العالمين إن شاء الله غادي نصر الإسلام غادي نصر المسلمين أمين. ونحقق خلافة الله تعالى في الأرض أمين أشكر أمك شاء الأستاذ أم. بارك الله فيك أشكر أمك شاء الأستاذ نسيم بسالة في الحضور معنا غداوني وني باش إن شاء الله ما نلقاش معاك تكت الفرص بلا سلمان غنهنا كاع إم سلمان دي حجاجي إن شاء الله راه أنسو سوي الذي قبل او المناسك يقبلون زياره يجيت ان شاء الله ذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره تنطون ان شاء الله ستمنى من غنهنا كاع يوسن يوسنا يو العيد ازعلوك ربي قبل ان شاء الله يرتدغفنا ايام وسنوات ان شاء الله التنوبه نمرحبا تكمل نبدا مع ونيزلي لفرقه الاجيال الصاعده اغني يا ربي من بعد نكمل اولنا يا ربي يا الغني يا المغني اغني يا ربي يا ربي صلف ضلاك تنمرتي وتوشد توشد على الشيار يا الغني يا المغني اغني يا ربي يا الغني يا المغني اغني يا ربي آربي صل صلف ضلاك تنمرتي وتوشد توشد على الشيار

ان شاء الله ديما لهنا دا الخير هاد الامان الا دي تمور تند زاير آه انغ تنغ اعزي زند ايلو تيمورا تي اللي مسلمنا ونزلي لنجرو جار الدين يجرو جارو مزرو يجرو جار تغرما يجرو جار, جار العوايد نتي غرسان يجرو جارو وسان ابهان ام برشن انتيني دا الغابد وين الترسين ندومان او نوسان يبهان نكمل اولنا جو مزرو تغرما نتي غرسان مع جون الجزء انغ تقيمي في سنت ما اونجي قلنا ويرو الحاج يحيى ابراهيم تديش تمر شي و ابراهيم بارك الله فيك انا سنشكر أمش. فوق بال تاع عرضه الناضيت شلت فيس نكمل اول نغ فون ودليس معالم الحضاره في واحه آه القراره 1915 1952 52 نكمل اول نغ جاون المعالم الحضاره في واحه القراره ان غلتقت إلّا ان بدريس تيتشلت ازوان المحتوى نغ بتيتشمر أو نونليس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أنم تربي أنم تربي اللي دام أدي جا تاني مرت نحستو عن تنوبايو. إن شاء الله دبي نتا نغطط في فيه سي والنا غاد إن شاء الله. السؤال السي والنا غنزدي والنا غاد سات باتا نسيو التنوبايو قدعان. نسيو المصادر التاريخ وهي زمامات قياد القراره إنه هذا الكتاب اسمه تقرب 90% من المعلومات اللي خبيغت من زمامات قياد القراره <applause> نحاول امروا ان في المضمون نرجو من الكتاب بالتالي تحتوى تقريباً ثلاثه فصول اساسيه كل فصل نفرش الموضوع الفصل مزور اوت فورديس تسميه القراره تسميه القراره السكان من عمر نديس من الناحيه الاجتماعيه كذلك ازويغ تونت دل... تونت فيت ثلاثه تونت فيت اربعه الاصل الكتاب ربما نبدا يمارو نسول في ال... في تونت زوارت نسول في نفرش في الموضوع باش كان السن باش ل... كان نفهم الموضوع عن الكتاب ربما نسول ربما تسميت القراران ندف بعض المعالم الحضاريه في القراران تفضل الا كي تخص الفصل التمهيدي الفصل التمهيدي انس عمر نتلا انه نشري دكاع نتلا تسميات ثلاثه تسميات فوق من القراره بانت انتدت نغمنت ربما قرب انتدت غير نغ قراره غير نغ غير نغ قراره غير نغ القراره غير نغ القراره كل شرا في سويس افسوا مزوار ما معنى القراره قرارات فوت تفوت سيوريرن نقدر تتوات تستاجي جناس. سمزاج نواضو عوامل التعرية عوامل طبيعية عوامل التعرية الرياح دوادو ثم دو دو. مني تبدا يوريرن في ديس تفدا تبدا ان يوريرنو تبدا يوريرنو قرارة تفت ظاهرته الجغرافية علم, اسماء الاماكن جغرافيا لطوبونومي ان في ظاهرته افسو سمزور دوتات آه انه اوريرو الا موجود في القرارة مثلا غرم من القراره ايمانس ان في في دي ديسانس مثلا طالمت ان في قرنس كذلك الجهه ان في آه اغرم جديد ان في آه اغرم ازقه. اها ندير لو توتسن توتسن, توتسن تبجناس ان في كذلك تقراره تقراره منخفض المنخفض سن القراره ديك المنخفض ديس دايات ديس 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 بعض منو الاسماء غرنغ السمار غرنغ الشاحيه غرنغ دايات غرنغ كذلك المنقع غرنغ الشرق <applause> بريد الشرق عندي نو المنطقه منطقه دايت إماره افسوا مزور ظاهرته دخلت لا ختي غير القراره تلا منو ني انزو انزو منو ني في شمال افريقيا في ظاهره القاره الكارات في من نوني مشان انزوا مثلا غي تغرديت دي سيجار طعام كارت باش كارت طين انزوا مثلا ورجلن دي سيجار كريمه انزوا مثلا الى جنوب جنوب الجزائر ان في قراره قوارير اه كاع تسميتو في فونت نلاحظ جغرافيا ان في ورير توت سنت بجناس ديك المنخفض قرنس سما ديك الضياط قرنس دي اه وفي شغل القرارات ظهرت توت لا اما في فيت عند القراره الا مثل الباحث الشيخ ابو لقدان يفسو يجوا نفسه مهمة فضل قرار هو استقرار رواد واد زكرير اما في سوفي ثلاثة القرارات فرض هي عربية درجة مثلا انني القمر تنجز درجة انني القمر اما مثلا قرارة تنجز درجة انني القرارة امان شي يقاروا لك انه تسميه الاصح هي قراره خاطي القراره خاطي القراره خاطر الظاهره الجغرافيه نيورير اسبق من استقرار الواد ان استقرار الواد زقرير الى 1710 قبل بعد تاسيس القراره الى 1710 لا تحول واد زقرير يتوستقر غير ضايط القراره يعني ادرج حد ادرج كراره القراره قراره أدوش شميتها أو إيه اورير لأن ايه ادرج حق انه اورير قرنص يقل منخفض دوش قلنا دليل قاطع انه كانت جغل نسبه تيك مثلا اي شاغر مثلا قلنا دي نسبه الغر مثلا شي جزائري اتيني دا نشي دا تزيري سدا مثلا شي دا كغرارا ادي نغدا غراري بلا لمني وينيني بلا دا الغراري تقير دا الغراري دا <applause> نشي نحمل ديك دي غرارا يلسن نغدا طوم زابط وكمل السكان كاع نسبه تزعلك اكثر من 90% 95% يلسن سن طوم زابط واللي واللي واش كانوا هاد الجن تاع هاد الجن يلس بلا مهم جدا انت هذا انزوا غل غلط سميت القرارات با تنزو يمارو ان ال... ال... الواحد نغيموشان نتجمي وين نمس القرار قرار غير نغيموشان تقريبا خفسو التسميات نتفق كاع سي كاع اسماء ما اماكن جغرافيين مثلا غير نغشيحيه غير نغضايت غير نغلى من كاع غير نغسمار لأنه تسميات نباتات مثلا الشحيه ديك تنبتت نبتة شحيه. ديك النب اللبين مثلا النبت اللبينه مثلا السمار ديك النبتت السمار كاع تينو من كاع من كاع من كاع تامورت حديت تيش الغلت قرناس تامورت من كاع اسمها صالحه للزراعه الخصبه اسمها كاع اسماء طلب جغرافيا اسماء جغرافيه ديس اسماء اخرى ربما لمناطق لشخصيات ربما مهم جدا ديكاش على دازعين لو شو تسميت لون مناطق اللواحات نغرم كران زوغ الفصل المزوري لأنه تمر تو نور ليست ان سي ولدي الانشطه الزراعيه ان دهن ده لك الرزن دي تجمي الكرارا بارك الله فيك اندهن لك الرزن انه الاعتماد الاساسي مسمس كرارا في الزراع الزراعي تزديت تزديت انت الاساس الاساس الاقتصاد الكرارا الاعتماد التيني تزداد ان النف... ان النف... حتى تزداد غرس القيم غرس ازل القران ذكرت يوشا جليد قرآن القران عده ايات 20 مره شرا سيسمس شرا خاتي سيسمس ان سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنخل باسقات لها طلع نضيد واحاديث كذلك عن فضل التمر وحن... عَنْ فضل النخله لذلك العرف نقرارا لان شاس القيمه خدامات دون كالاس دو, دو قابلس اسم الخدمات نتزدات لا متعدده مثلا نبدا غير سو سو جد سنت مورت سو كاش مورت ديس اجال ديس فراق ديس انكاد قاعدين نو دي تفسكيوين الاعياد كل كل شراكه غرس القيمتس غرس خدامس أه مثلا انا سنون كاد انا كاد كن دق الفرح ما نسيو ما فرحنا انا كاد الوقت مثلا <applause> نوض نوض الخدمات مثلا خدمات نتيني عند دجال مثلا حوادث كثيره نوض عند خواطر في سجلات قياد القرارات مثلا بعض النوضان بعض الحوادث لن ااا أه توطا مثلا قلنا يقولوا سار عمر 90 يولي تزداد يوضها يقول عمر 95 يولي تزداد يوضها يرز يقول يتوفى ااا أه انا في انه لا لاحظ 90 عام 85 عام تالي تزداد ااا أه اسما غير القيمة تزداد وكذلك أه بورخس المدنة السيم الزين سنه اللي تزداد أه كذلك انزوا مثلا انزوا ننكد انكد انتدت فاسكا انتد الاصل اسما انت د العيد نسن انكاد اسمها انتاج انكاد اه نتيني انكاد نتيني انكاد نتيني غرس قن اسم قرناس قرناس يحل مجر سميتو نتسلات يحل مجر معناه يجوز قطع التمر انايو انا يتوقرت مجيده يسمى لا شي قناض ينكد قبل الوقت غرس الوقت 8 اكتوبر آه، 8 اكتوبر لا نا... شي دين قبل 8 اكتوبر سو مني بات يخالف لا غرس القايد لا غرس العلاقه بين القايد ويد عزابن انه بات يقني قبل 8 اكتوبر الا اسبنا ان زويني غرس حراس في مداخل القصر إيه البراج هذه في بنا زواء ب 10 فرانك يختش اللي يخالف العرف العرف قبل القانون يتبع القايد يتبع العرف قبل ما يدس القانون ذلك آه هامي هامي بتد الخيم تنسمس خطرش الاعتماد نتيني تخيل كل قلنا هذا الكدوي خص اولا تنكد تيغوين تيغوين للفساد والاعتماد نسن تيني من بعد توقع قلنا يوقع قلنا ربما قلت هذه آه جد خي الخلل في سوق مصدر المصدر الرزق نسن إيه تيني مسن حتى دخل زيرني مكردن مثلا مكرن اللي انت اتزيرن في وقت واحد باتو فين غير سنين ولا وني دي مكردي اسمع على الاقل فتره الحراس تنتيني اتز يور اتكفايه خير ما تجينا يور شهرين ولا ثلاثه وجار يور اما بعد بعض الانكاد مدنا انكاد معروفين انه هاد زوان دوطن كاع لا غاشي دق دق الفرح دزعلوك كاع تسلي ال# العايدي سميتو تاوند العايدي كاع الغابة تسلي داك قلنا شنو شنو كاع المهرجان الشعبي كاع الغابة تا كنت تعيط ساني قلنا تاوند ساني زلوان نكضنتيني تا صلاة توين العايدي وني قلنا الفرح دزعلوك بعد ونكضنتيني ديسك قلنا قلنا تفاسكا ينورار قرنس س أغرس إنه أن ط أن طالمت نغ يقولون ولم أغرس دستنا نسمس بما كنت سوارت عن بعد يعني وراء دس للقواس نغ دس تصنبت أغرس نديس دقي المعروف دينيت نت الصدقات صداقات المحس المحسنين الفقراء كذلك بعد أسجل فيش طان قلت الفرحت سلبارود أرود ميد نت زهان أنطوني دلعيد نونكاد انتيني ما شاء الله قمنا نزغل نقاط ضنطن لا غنى الموضوع عيوتنا قاسم غ... بحماني الراعي الا ني تخصا ما حد عمي سعيد الا نغاسق الفرع اللي سلم مدني بور خصيب الظنن الحرفة نولاي انت الزيت انا خصرا الروبورتاج اللي ني تالس فون العوايد انت الزيت منش تشلي لنتبين تبين او نيمسجر الى نقوم نسوي النادي نفون تربعت نولاي انت الزيت يوصي داو يعني اول حرفه اغل إيب نخزرو نتقرا بعدا بعد حنا وصل لي وسلم على سيدنا نبينا محمد ديون جمي وين جرون أو بزرا مع الوالدين تنسنديز عليك نسن الا نسلم مدنسن يغلبني تشرف تزديد امرصيد اجال افراق دونكاد دغيراس نستغلوا العشيه في العشيات نروحوا للغابه و... نستغل تيم ديتين نجور للجمي نسلم مدسن ما لين تزديت اجال دو فراق دي تشرب لها تسمى ما تستناش كي توصل ل... كي تعود النخله تسمى فقست لل... العراجين فقسوا لازم لازم يتذكروا في الوقت ولا فات الوقت تسمى ما تجيش تمر تكون تصيش ما مت... تحضرش تمر بعد وصفها من سن أدزوان لو طبق أد المدن الكيفية تزعيم تنولي تزديت رانا نتعلمو الثقافة تاع جدادنا يعني كيفاش تطلع في, في النخلة وكيفاش تلقحها تاني <applause> هذا تراث جاي من الأب من الأباء من الأجداد هي حرفة أبن عن جد ربي يحفظهم ان شاء الله احنا نحافظ عليها و وجو الابناء احنا كي كبروا جو الابناء تاعنا نعلموهم اللي تزداد دل دالرياضة دل رياضت دطها اللي التراث يزعلك لنحرص نفوس المدن تروان سنون الحرفت بها التورث جار لجيال بعد يقبل غماتو منهم يقبل سواتنا تخمسينين وهم تزايتنا وماتي وليخدم تزايتس تمثل تستفيد يا ربي عمرها وكفرها يا ربي عمرها وكثرها وثمرها وعمرها وجعلها من خلاتك المباركات يا ربي امين يا رب العالمين ان شاء الله هذا عاد ديزي ويني الى نقوان امتش شور نساو الغلط او تيني لكن نغسل الخصوص مع الفال التيني ربي هذيك الثر ان شاء الله او او نغلط تنبهرش تما غير اغلى بلاتيني ديك 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 تدرتي لان شاسيك ها ايوا ابراهيم اش أه <applause> القيمت القيمت ننتي تا اول الى اللي يسحق قال له قران دم قران يغرب نكمل اول نقطه النقاط هذ نكمل نسيو الفون الانشطه اللي غندها نك الرزن مع تنين نقدر ثقه آه انت الزيت الفصل الثاني الى كي آه تخصصت وحفار انت رست دو خدمس بارك الله فيك احفار انتيرسين ماشي الاسبيه قدعان مخاطر انتيرس صور انتيرس هنسوي لي مارو انه كداش دي سنتيرسين الغابت غرس اجيم نتيرسين الغابت تما 1000 1000 بير الغابت 1000 بير العمق سي الى طاو ديلا 98 دراع الى تقريبا لأ الى 45 متر العملية نجباد غير نتصاور اجباد لاحظ دخل او او تصوريتي لاني ويانا خصها ديواتنا جهلان قاسم جهلان قاسم إيه انت اللي يصور لنا الداي مسمس داني, داني تصنبات دي كنوا دي بريدنا مسنا اسمها لك انا مسن تيرس الداي دي, دي ستيتير جوين تو انت دا جرون تمان جرون تمسنا مسنا تيرس باش كداو أك اكبر كميه ومن الناس مروا انزوال تقرنس لاحظ اجبد غرنا غيرنغة... غا اندوني عندوني الصورة تعبير اثار اثر داك السمورت دا <applause> <applause> نتيجه ديك التصور الى البهنت امتش معاهم نيد غير سنتي شراس تزعلك لحفر الحفر الابار مثلا 1915 غير نغي قلت الحادث مهمه في القراره وفي, سجلات <applause> وفي في, في سجلات قوية القراره اها حادثه مهمه في في سجلات قوية القراره وهي حادثتين 1915 الا انت انت تكلب غفصن وقت نوفيق نفرح خصيصا مصح وقت تعزمت الدمع الطلاب انه الجداد خدما عرقن باش كنصيو ان حضرته اغرم القراره يمارو ميدا الا نجيونا الا ما الا ما يرد الا ما يكلنا ما نلوسخ ما سنتيرست الا ويسنغ العباد الا انت جرا مونا ويسنغ ونسن ازور نسن نكض ونسنغ ما جدا مثلا سنه 1915 غرنا قلت الحادثه قرنس في تيرست حاسي ادرغال حاسي أدرغال قبل ذلك الحادث الحاج مسعود بن يحيى في الفساعة موت نديس ربع العباد ذلك الحادث بلا ال 21 1 نوفمبر 1915 في بئر صالح ادرغال الصحن اللي غفسن سبعه اللعبات سبعه من اللعبات موتن من بينهم مثلا بسعيد اكرومي باحمد بن يحيى الحامي وقيمة طويل وكذلك حادثه اخرى سنه 1940 دوادي عمر دوادي الحاج عمر بن يحيى عمر 58 سنه يتوفى كذلك تيرس عن جل السبت نوضع وضع السجنة توت مزوس اسمه يجرح ومن بعد ذلك يتوفى أه لا يطمع أه لاحظ الجداد نغ جينا نغدا خدمة خاتي أحفاروا خدمة خاتي غين اثنين مش كده عشان جنان الأجيال عندون التنمية المستدامة عن مثلا إلى كذلك مدام السيول في تيرسين لازم السيول في الويدان الويدان غير سكن كتلقيمت القيمه غير كن ازل مدن كتفاسكا باش كديس الواد لازم لازم تخبر من قبل يعني عرب لنا صغار درك من الواد يوسف زون تخبر من القايد بالقايد اسوش نكتفير تيفير تا نو كذلك التمنيت تخبر المدن اسوش تيسني تنتيني دابا الحق تلحق <applause> انتوني أه، مهندس ميلاي ود القرارة المدنس نيوش اي اس أه آه. تمجيدا السوش تسنيت نتيني المبشر اسمه ولي الخبر آه. اما القائد السوش عبر النص مكافأة لتبشيره خاطرش الواد قل العيد ودي وي إيه امان ويقود الحياه زعما الوقت ترميز ان غرس القيمة بات التيني بات دا دابر نص يا حزره او او ينظم شرطني برك دابا انا غنجاوب بعد ندوي الخيرات اما مثلا نتبع تفاسكان العيد تفاسكان ل... الواد مثلا انا جاوب الاحباس نتبع لو ناس البارود لنتسلى ناس مدن لنتسلى ناس مدن معناها يوض مثلا يود حباس يوض بعض المناطق آه يود دي نورار نورار هو الفرح تاع زعلوكت قرن انت مدينتها قرن نغرم مد تيزنان هاد فغانت آه بعض التصاور هاد قدعنت هاد فغانت تيزنان هاد بن سيسامان مدن هاد وتن بارودين زهان ديك الفرحة تم بانت امتى ونتصور نبكرين ومزروي الى الشا اجبد نوما سيرز ديك التصور بانت المخرج واتنا محمد بعوش اللي جا تصور الى بانت أمتش جون تنزوا غير الفصل الثالث نمشي نخصهم مسنا ونضيس الى كان ونغيس نفسو كلش باش نجمدني لان قبل انا زمان ما بطلنا كلش ولا زمان بين الكتاب ايوا ابراهيم بالمناسبه الكتاب لا يسمى في واجد ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله يسفيتس ان شاء الله توزع في اسمها مدن إن شاء الله لا في المتناول جميع إن شاء الله تكفى النسخ إن شاء الله هذا إن شاء الله دقيش لأن يبها أمد شون العمل مدي فقا ونضليس معالم الحضارة في واحة القرارة دقي الكتاب لأن يب هذا عزيزي جنتشجع سميدي لأن أذب نول كتبه أذ أكملنا تقفني من سن كملنا شرن يعني المكاتب من سن دكت الفرصة خذي جنتشجع يوني مكلاسي لكن إلى إلى ندكمل ندبحث خدمن عفر أسر أن الفصل أمد جرو عيد الزيارة البيوت القراريين في الواحه اولا بارك الله فيك غرنا ثلاثه نقاط عيد زياره عيد زياره هامي زياره هامي جنت جنت سبب زراعي الاعتماد مدام الاعتماد نسنتيني لازم أسجنق العيد أنا العيد عيد زياره اخيرا الربيع باش اطلب من باش كنحفظ المزروعه هذا حفظ الثاني السك... السكن في الغابه غاعمار الغابات عمار الغابات جنت لوظيفه ختي يمني اعمار مني. خدم غسل المجهود ديني لازم تبيوت نغنا تجربة العمر دي ديس يماروا العكس إننا في الغابات الغابات غرست تزداد مسمس اتي كاع اتفتو اللي تقابلين اما بكري التزرب طاب الزان هذا قابل 40 نخله كذلك انزوا الاوقاف نتيني اوقاف نتيني تمجيدة دقن العامل اللي ان تا... شاء الله لاحظ مقارنه اسمها دي سجن تاثير وتاثر الزراعه آه دي تاثير في الناحيه الدينيه دعم لتمجيدا قلنا دعم غرس تمجيدا غرس يزي وين كل فلاح ادوش يقل وقف يتمجيدا ازيوا ازيوا برك تحسب نسيو ازيوا خاطي تزداد خاطي الغابت ازيوا كل اللي تلغابت هادو شازيوا ام بعد الزنقنين داهن ازون اطن كضن دي تفاصيل كاع ولا غير هادو تفاصيل كاع مهم اقدات وانا أتو اتوخم تخوبين تمجيده تخابيت تخوبين تمجيده دي 40 تخابيه كل خابيه دي الله يبارك تشمر ام بعد تصدق الى مجالس قران دعما للعلم وطلب العلم بد نفرح ناس زواليين كذلك <applause> مهم جدا نتيت سيرتو الطلبه الى ندسنا درجل امس نتمشي له وانت الى توشاسن دكاش عندها زعيم دقي خدام دام بارش نخسر له بها انت أمتش. اشكر امش يوك الحاج ويرو الحاج يحيى ابراهيم فون وخدام فون وضلس ان شاء الله الذي يدعم او الارشيف يدعمه او يدعمه او الامه يستشن ضخ الجانب من الجوانب نتغرم نتي غرس شكر امج الجغوات امج جارو التوصيات اكيد بارك الله فيك اول اول امج جارو كاع كاع عاوني من بينهم لو كان خاتم انت الاستاذ ونتقابل الارشيف بلديه القرارات اللي ترزمي تاورت الاستاذ كذلك بن عمر مصطفى بن محمد الا يشي سما يبد معايا جد سو خدامس الارشيف لا واحد مهم يعاوني يصبر معايا الحمد لله انا ود النتيجه اما نتيجتك انه لاحظ انه في الدراسه 1915 فتره استعماريه الى 1952 ما فتره استعماريه فرنسا تتحكم توش القانون توش العرف تناغم بين القائد والاعزاب اللي كان تناغم بعد الاستقلال نفيد التدهور لا من الناحيه القانونيه لا من الناحيه العرفيه نفوت العكس ونسن سبب بتا التوصيه أخذ على مؤسسه الدوله الجزائريه والهيئات العرفيه والجمعيات المهتمه بالموضوع اعاده النظر في سياستها تجاه هذا الموروث الاقتصادي والثقافي وتنميته قبل ان يدركه الاهمال لأنه هو تراث حضاري جزائري وعالمي قبل أن يكون محليا أتقرار برك أما الاستشراف كرغب أنه فمصير الاستصلاحات الاراضي الزراعيه الجديده اسمها استصلاحات اصغار المسمس هو مرتبط مرتبط بمصير الغابه مرتبط بتجميل الغاب التقديم بات نحافظ الغاب تقدمت الا كان نحافظ سلوصل صلاحات جديد بات ونسبه البنيان الغاب التقديمت الا صيود البنيان آه كذلك المستصلاحات السنين وحباس ونقرا والو انني وحباس اسمع صلحت سنباط سقلت اللعميد سقلت الجهات ان شاء الله نطيوض توني ونتفايل ما دام الكتاب وان شاء الله هذا رزمتي الطاوين يمدا ان شاء الله هاد بين قيمة اسوشن الازل الجداد دا ان شاء الله ربي عاون كاع ان نشكر اللوم منا اللي نبدل معايا وشيني كل الاعراف بارك الله فيهم والسلام عليكم ورحمه, السلام ورحمة الله. سلام اشكر امتش وير الحاج يحيى ابراهيم فون نوضليس فوني خداما ان شاء الله ديك نوضليس الى اللي كمل يستسق الوعيده مقرن غلميدا الا نتقدر ان تقدر ازمو نقدر المعالم إلا ان جينت ندول الجدود اما ديك لما تخاتي نشني برك انما الجالي داس داسن بعدنا التوقيت ندونيت جاونا اتمدور شكرا امش ان شاء الله ملاقا معك كتل بلا ديك الجوز الثاني إن, ان شاء الله ان شاء الله نوض ليس ديك الشراء بلا تنمرت ايوا ابراهيم اشكرا امش ديك الشلتنات يتوى إيه تاني باشر فقرات نتنوبة انا مرحبا لانت كمان تنبد معو نيزلي عن بوكالا ان كمل اول نغم معي بعد ان نملاقا مع الدكتور مصطفى بوسادة <applause> تيفا وطروال سود موان تفويت تونو سي اخزر ما كائم شركا التنزن يين الغاغان يوشك أغزر مكائم شركان التنزن يين الغاغان يوشرنا نودقان يوشكل دي سيوالان طايز يضغيت ولان أجين دي مودا طايز يضغيت النيوالان أجين تقو <applause> دي مودا ايه اسرنا تيفوت بنيتي ولاليس تيفوت بنيتي ولاليس تيفوت بنيتي ولاليس تيفو زال يوشف واسرنا سيدنا محمد بنا سيدنا محمد نبينا تزيرينو سرنا سيدنا محمد بنا سيدنا محمد بنا لو نولونا تفوتان وبريدنا دول بسي غلد فر دولة وَالِيَاتِ تو غنغار تيزليتين دو عفار دو خمام دي باب سي وادو كزت مروين جبلي أغني أرزام تطاوين أغني أرزام تطاوين أتنبي دا دليل الناس صال يشاف وسر الناس سيدنا محمد نبينا سيدنا محمد نبينا الناس سي جنوان يبي تساني فسان يفسوتي وغد سلان يجر تشلين وسر النار أخزرتني السيف أو ميدان يسشنا سانا يا غفسان يوي زازا فوي درنان يوي زازا وسرنا سيدنا محمد محمد <متحدث> <متحدث> سيدنا محمد زالد سلام غيفس اوني آه يزلي عفوا خاتم بوكلا وانما الفرقة الحاج اتبير الفرقة الحاج معروف رب رحم او نسون اسبي ان محمد زالد سلام غيفس نسوا آه الموضوع ايضا الا ان بعد العيد ان شاء الله الدخول المدرسي او الحدث ام الذي عدي وشولين نتمورت نتزاير الى غنيسي ولا غير في السجل فرحت واتنا مصطفى أبو سعد ديش تنبارش دكتور السلام عليكم مساء الخير تحيه في الايام الاولى من شهر ذي الحجه وعيد مبارك سعيد للجميع ان شاء الله ربنا قبل ان شاء الله او العيد يرتي المناسبه في تمرش ان شاء الله تي واش نتمورت نتزاير الى سوجدنت إيمان سنتي وندخول المدرسي إلا ديس تيواش لنا هذا الزوان طروانسن لأول مرة للدخول المدرسي ديك المناسبة إلا انتبه انتبه أمتش إلا وسيلة ديس تي في طروانسن غاد زوان الدولن ربما يولد نتائج تزامين إلا وسيلة نتائج تشتمين نغولي توفق إلا داوي شعتنا البكالوريا نغ شعتنا البيام نغ يعني هذه زوان أو السنوات نسول أسوف هو الموضوع سيكولوجية الدخول المدرسي رباش يحفظ يوسف في الحقيقة العيد عيدين العيد ديني الا يقل ذو طابع اجتماعي وذو طابع تربوي طبعا حياه الانسان كاع اللي تعاشت من اجل استمرارية في هذه الحياه الاستمرار يدمنا ودين آه من بين اهم المراحل يعني نبورخصو باش كتزعل كن سن ربما انا نركز كاع وجار في التلميذ اللي راني الى المدرسه لاول مره الحياه لماذا خاطرك ادي من مؤسسه تمنس الاسره ادي إلى مؤسسه جديده تمنس المدرسه نلاحظ انه كل يعني الاجهزه على هياكل الدوله في الجانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي تهتم سواء يعني الحدث هام اولا نظرا للعدد الكبير جدا من التلاميذ يعني اعتقد اكثر من 8 ملايين تلميذ يعني ربما لا تكت الدول العدد نسن كاع ولا تاو التلاميذ للجزائر. النقطه الثانيه تحتاج هذه يعني امكانيات كبيره جدا خاطرك الجانب البيداغوجي الجانب التربوي لوجيستيك الارقام للاستثمار قد ما شي كيتكمل قد ما شي مثلا مؤسسه تربويه توفرد متخصصين تجد الدورات التكوينيه الاساتذه قد ما شي تفد يعني المنتوج اكثر وبالمناسبه نمنى التوفيق للنجاح للجميع لأن بعض النقاط النفسيه ما راه تدريجيا ان شاء الله مهم جدا عند عند باتت العلاقه قتيله نجرو الجانب النفسي آه سد الدخول آه المدرسي اكيد آه ونقلبت هذه العلاقه تلاقت العلاقه طبيعتنا والعلاقة طبيعتنا والعلاقة علاقه اولا اطفال مغطيزو تمدشر تدارت من المراحل الاولى من الولاده يعني دوبوي لا بروميير اونفونس الذي عمليه التكوين لديس يعني عوامل نفسية لديس جانب سلوكي لديس جانب معرفي لديس نمو اجتماعي كل هذه الخصائص لأن كنت في خمس سنوات الأولى خمس سنين تم ثم تسكت لمرحلة الطفل أضيب إلى الإشباع يشبع من ماذا؟ يشبع من اللعب يشبع من مثلا الاكل والشرب، يشبع من النوم، يشبع من كل الحاجات الفيزيولوجيه، يشبع حتى من ربما مشاهده التلفزيون الى اخره، يكون غير يعني المذكرة جن الخيال كبير جدا. او الخيال لو كان هذا قيم اموني بلا ما اسقاط على الواقع، غادي تطور الى اضطرابات نفسيه. لذلك علماء البيداغوجيا حددن هذا السن حوالي خمس سنوات ست سنوات لي يعني اطفلي هذه في وسط الى المدرسه. ميزو الى المدرسه بات ديف يعني هنالك بدائل الادوار التغنت توديس الاب توديس الام الاخ الاخت العائله الكبيره هذه يعني كل الاشخاص دي جديدين داين المعلمه ربما المعلم داين التلاميذ والتلميذات يعني من بعد يتمس مدير المؤسسه هذه في مفتشي المراقبه هذه في الزوار اولياء التلاميذ يعني الله حداني اولا دي نمو اجتماعي قبل ما نسيو في الحروف الارقام الالوان اولا في الشخصيه يعني عطاء الشخصيه قد ما تكون متوازنه تكون ايجابيه قد ما طفل يو بصفه تدريجيه ثم الاضافه إلى دي دين دي الاستعدادات النفسيه يوراني باش في الوزن، يعني في الحقيقه غير تجربه بسيطه نشوف لك حتى استعدادات يعني باش في فوالا دونك قد ما نفسيا استشند المقر المؤسس 8 هذه بعد المسافه مع مناو دي زوا يعني في بعض الاحيان الا وسيت تعتبري بسيونو يعني شخص مثل المعنى في الحقيقه في شخصيه الطفل غرس دلاله قويه جدا خاطر كثيرينو يا تحفز النعزم يا يسجن احباطات نفسيه كذلك فورس مع منوى دي جورغ ربما بعد المسافه وتقيمي وحدك المؤسسات والوالفه الى اخره خاصه حتى الاطفال ربما واش الخصائص السيكولوجيه دا وحدي في سن الطفوله الاولى يعني ولتو اضطرار يغلب مع بورخص ولتو غرسن فرصه أدفغن سدرت ادن سن سن مغبتين سن مغ شرسن فرصه انتقل من ولايه الى ولايه اخرى ربما درك بالجبال درك بالبحار درك بال... كل هذه العوامل يعني دق الامتحان مصيري جدا أتنفس في من زوار الدخول المدرسي. ان شاء الله كان خزرت يغلب مبورغ سي لان وليد تيجي مماس وليد تيجي باباس لحظه الدخول المدرسي يتغرت يعني سنيت كاع يعني العرس سني يعني العرس سي سي غريت. يبها, يبها. آه ربما نصيحتي لك انا غتنوش الاولياء بخصوص الطرق ديك النقطه مهمه جدا المثال الذي يوي مميز قال تعزم داول اللي يكونون غير اللي تعزم داول مدرستون تعزم المدرسه القرانيه توني يبها اما تشون تجربتوش الخصوص بتا غير صاد في ليغن غير تيكت اكيد نخسر راهو طبيعته مي يعني عاد في ليغن يتعدى معامله خاصه ومن بعد زو ست يعني انت يولف ديما واحد استدرت ومن بعد زو الى قسم ديس 20 25 يعني تلميذ يعني دي الإشكال ربنا. ديس الاشكال ربما ديسي اشكال ربما شي حفظ ايوا يوسف داني غرنغ في علم النفس قال إشكال تسمى لو تروبل داتاشمون ما كومبلكس داتاشمون دا عندها عقده التعلق ملي كنوارا دابزان شخصيتس دقل الملحق من شخصية مبابا سمغ يعني ليش غرس نوع من الاستقلالية ولي تنجم وحدس مغادي خير يراد تقن وحدس مغلون اللون ياتي خير وحدس مغلم المعاش طارق تنشا وحدس ديما تسناز الأوامر النواهي داين خمس سنين تكون في طريقته على شاو ريت فغلو وحدس ولا دقيم في القسم وحدس داني الرساله تتوجه للاولياء يعني حاول تقدر المستطاع تجمع عملية مرافقة في الأيام الأولى للتمدرس وهو تصف خصو عزام استدار لعزم مهم راح أخصيص المهم يزوى المهم يكتر الجيران زوان ولا تروك لازم زوان خاطي بهذا المفهوم لازم تدرس الشخصيص خاطرك دي فروق فردية إلا طفل مثلا غير صفرت في الحركة إلا طفل إنعزالي الا طفل ذكي جدا الا طفل غير متفوق لانه إلا قاعد الاصناف ربما ان كمل نتعمق في الجانب الاجتماعي ان هناك اطفال يتامى ايضا ان هنالك اطفال ضحيه للطلاق ايضا هنالك اطفال ينعش مشاكل اسريه تفغنص دارت, دارت من وسع المجهر وجار ان حتى يعني لاجئين لن تسندي الجزائر من مختلف الدول يعني من سوريا من ربما من مالي من ولاد بورقسني في الحقيقه انسانيا لنحتاجني نحتاجني للتعليم لا نحتاجني الى مرافقه تلنو قاعد الرسائل الاولياء تكون معايا على الصوره مهم جدا انظر لك نقطه تردد اكيد اطفال فريق ديزوا المدرسه ربما أن الاختلاف في التغن جار بكري ديماروي ومصطفى الى هذه مرحله الروضه من بعد الى مرحله التحضير التحضيري ومن بعد الى السنه الاولى جرى سنة المراحل الى سبق الدخول المدرسي بتد الفرق من الخطوه اللي نقدع غفصن تاون التلميذ نغونو بزن نغونو بزن نقطة مهمة جدا ماشي تنيد الفرق جار الروضة التحضيري انت الروضة دي قنشرة التحضيري دي قنشرة خلف لازم الأولياء تفهمن باللي الروضة عموما توجه الأطفال إلى ان أربع سنوات ومن بعد التحضيري الاطفال الى غرسن خمس سنوات ومن بعد السنه الاولى ابتدائي الاطفال غرسن ست سنوات او السنوات للجسم لا اختبارات ولا اعاده للسنه هذا مباشره لكن الرساله تخص الأولية الاولياء يجب احترام الفروق الفرديه بات كنواره اربع سنين وليت تنجم هذه واحد لواحد الساديزوال وعزام هذه مع مجموعه من التلاميذ وهو درع غفص يعني لا اجبره باش كاديزولو عزام جيت دارت احسن خاطرك زدي ولي ولي مراحل النمو زدي ولي شبيع زدي ولي نضج وحدي خاصه نركز في كتل الملاحظات داين الجهاز العصبي الا موجود يعني في امور داخليه في الجسم الوالدين عاده ولد فقين بصح الاخصائيين من اختبارات نفسيه عاد لاحظ مستوى الذكاء مستوى الاستيعاب مستوى الاندماج الاجتماعي غادي غادي تواصل ما غادي قيمة الدارت من الأحسن أه غرنا تجارب لدول أخرى متقدمة جدا يعني في البيداغوجيا على بل كيمارو حاليا تروانسل لن تدفن عزام في سن سبع سنوات فما فوق هامي تغن اثنين طلبا الروضة طلبا التفلو عزام ثلاث سنين ونصف اربع سنين يا المرحلة ترقاند يعني كت يعني جينيراسيون تزعلوك في المجتمع نسن يعني تحس نفسيا طبعا مع المرافقة بالدراسات ترقاند الخلل إلى في الطفولة الأولى أرايني مادام وليش بيع سمام مس وليش بيع سبابس وليش بيع سلجو العائلي إلا أن يدور غفص زدي غادي يعوض ديك المرحلة تدي جيكن الروتور داج أدي دول غلدفر تسمى ناس ميكانيزم النوكوس صوم ساعة ساعات في السنة الأولى متوسط تدي بدأ تكلف الألعاب مبارك سيب الزنن. ما ربما لا يعزم السنة الرابعة متوسط يتمنى هذا زول الدرب شكادي في متحركة الأمهات تقيم يعني في استفسار هام يا راكو في حين يلاقي العمر نورما يستقل هذه في المجتمع هذا زول كشافة نوادي رياضية أوه. تلي تجا يعني أو الميكانيزم المكوس خاطرك وليش بيع المرحلة الثانية مهم جدا، آه باتا تنسى مارو... نسيو الفرق الروضه حدي... التحضيري الى مرحله الدراسه في السنه الاولى. مرحله الدراسه دين مرحله التكوين البيداغوجي، يعني جانب بيداغوجي. داني اطفلي العوامل النفسيه كنت في حاله استعداد مش كأدبى. أنيلا يعني عشت في حياته اليوميه يتعرف على الزمان على المكان يتعرف على الالوان على الارقام ومن بعد تدريجيا الرياضيات بت اللغه العربيه الفرنسيه الانجليزيه هذه سنبت العلوم سن... دونك هذا ال... يعني البرامج بيداغوجي نيسيسيتي يحتاج الى شخصيه متوازنه باش كاطفل اني غادي ينجح بت الشخصيه مضطربه ما غاديش صدمات نفسيه ما غاديش مخاوف مرضيه نسبه النجاح ستقل سو بالنسبه للاطفال الا نزول لعزم ومن بعد الوالدين سنتناوين الى دروس الدعم هذا خطا كبير جدا يعني اطفلي في الحجم الساعي الطبيعي واللي يتركز واللي ينجح كيفاش حجم ساعي اكبر باش كاد ينجح ربما في بعض الاحيان انت في حالات نجحا انهامي نجحا خاطر كوفين ظروف نفسيه احسن ربما المعلم مغ المعلمه في الاضافي غرس اساليب احسن ديس التشويق ديس التهنئه ديس التحفيز لاحظ داني عوامل نفسيه وليست عوامل بيداغوجيه بصح نفس البرنامج نفس الدروس لان توش انا في دروس الدعم الخلل الا في العمليه النفسيه دونك مرحله الروضه مرحله التحضيري ثم السنه اولى ابتدائي داني نحتاج الى مرافقه هاد النجمة سامي يوميا ديس ملاحظات للاولياء ديس ايضا عوامل فيزيولوجيه لازم ما غادي وحدي يغلب الوالدين قارن طروان سنو تركز <applause> نتا <applause> الخلل هو نفساني الخلل عضوي نقص في الفيتامينات في ماده المغنيزيوم في الجهاز العصبي طبعا تجشرود شرود الدهن تجاه فرط الحركه ولتبي يغلب دونك كل هذه المعلومات لازم لوالدينا تكون على الصوره والقرن باللي وزن غارك المؤسسه التربويه معناها لا غير معلم ومعلمة معلمه يقضي دورك انت العكس ديني ماني يبدا المجهود الاكبر دور الدور الاساسي مهم. يعطيك الصحه باش المهم دانيال نقطه الطفل البنت لاول مره في المدرسه قبل ان نتف بتفصيل أول الموضوع اطفال لا نغطيزو طمزان نغط في الاوزان لما سنت الدارت يعني الشد عزام الشد دخول المدرسي اول حدث الحياه ما ينصح به يوم الامهات نغ الاولياء السني يعني وما ينصح نغ يقشاي لنا تجنبن نقدر البنسنسيس آه يعني قبل أزواغ أول مرة للمدرسة آه مهم جداً أول شيء لازم الأمهات بالخصوص أدجنتي استعدادات نفسية من خلال ماذا؟ من خلال شنك صورة إيجابية في المؤسسات التربوية ما ماوس قري ورس هذا راح السجد ما تجد الفوضى روح تزود له عزام ما منشي فلان فلان انا عز من روحها تزود معاسن ام بات هذه قلنا الموضوع يعني تبيت بناحيه سلبيه ام بات ثلاث راح سوارس تاع العكس السين يزود دلو عزام أتعاد غش المعلمة المعلمة بمقدار ما مش تدرت يعني إذا عاد غير الاتصال مع المعلمة لكان غش نشجع أن بدي معاش لازم يعني تواصل موجود ما بين مؤسستي التربية دين تدرت المدرسة ومن نقطة أخرى يبها يعني يكون غرس لباس آنيق وجديد وهد اللباس العادي خاطر قد فطرت لي النومو ازنوي الادوات تزنوي كل ما يحتاجه هذا الطفل وليزق المؤسسات يركب يكتل الفوارق تيز جرس جارز دبورغ سادادن هامي وني غرس هامي وني ويد هامي خاطر كان نفهم سيكولوجيه الطفل باللي المستوى الادراكي زين وسقير يا كي واش جا الكراست يركب يرقب بورس غير سن ثلاثه ستا ويد سن ثلاثه يرقب وستي ويد اقلام ملونه سته بورس كاع غرس سن 12 لازم تجي ديك الفروقه تزعلك باش كاع التفكير سوا لي الى هاد يعني النقاط ربما هامشيه ما جانبيه هذه بدات تجاسنت الاثاره واكثر من ذلك والسنه مزور لازمس مرافقه ابريد وهو لا يزوي واش ما ماتش مع مع الجيران ما غيكلي قرب روح وحدك لازم نعطيهم خالص نضع ميس اما حد يبعد ونيوه بيداغوجي بالتبابا سي لا غايب لازم دياس آه طبعا الا اللي ضرب قاهر لازم مرافقه الوالدين الام ايضا الام ربما كتل الوقت المؤسسات التربويه تودي غير الاباء زقان من أه، بعد نرقد خاتي داين مني رقد الام لوجود اولى من الاب خاطر ما لا ولا يحفظ راي من ميت تاسد كيفاش يتاسد بتي تتدلم من ميت من تركز من الميت كذا من ميت داين الام وجار الاب ربما الاب دور مراقب هذه زوادير قبل عبالية التربويه ثلاثة جور من ميسة الشرس الغيابات لبطاءات يقدر الدور الزن يمسح الأم تدف بعمق في شخصية الطفل سوى مني أدعون إلى زيارات متكررة أيضا وجي الوقت الفروض مالوقت الامتحانات مغالا يدز الاستدعاء باش كزوير يعني تكون غير مشاركه بلا ما يعيضنا الزوير ادرك بغ المؤسسه ترك بغارك داني يعني وليك نقطه مهمه جدا ايوا مصطفى مصارحه يعني اهميه المصارحه الاولياء يعني الاباء والامهات مصارحه الاستاذ نغ المعلمه يعني حول من من يعني ووني يعني ولي ولي يعني غير خجل يعني اني لنديس من سلوكيات اهميه يعني سنيني المعلم الاستاذ رباش شحفظ يعني من شقرن وضعت يدك على الجرح آه هذه هي النقائص الموجوده في قطاع التربيه اليوم يعني الامهات الاباء سكرا امور نفسيه في المعلمين المعلمات بدعوه والحكي في منك ربما حتى امور طبيه قالوا لي تسلي ذا وحدي ما هو يركب قالوا والقار سكرم والتسبيان خاصه شي... المرحله الاولى يعني خاصه انت... المرحله الاولى شي غير حالات يعني نعاش مع سن اطفال اللي فيس مرض السكري والصرح نولي لي المعلمات يعني من بعد اطفال اللي صارت حاله فشل مخمول مغرغبه في النوم تبدا المعلم تعقبت. بدعوة لا يتمسخر واللي عزم حاله مرضيه لاحظت يعني غياب المعلومه معلومه مهمه جدا لازم تكون في الملف الطبي صومني دائما ادعو الى توثيق كتاب التقارير قال حتى المعلمة ما غيرش مجهود المجهود من هذا الجانب تنجم انتهى تج استبيان بالتاولته في مم. اقبال ما ربما ولغيس يعني يعني اتياري اتوثق وانما يصارح الاستاذ مباشره المعلمه جيد قال ما لا غير خجل ما غيرش اضطواء ما غيرش الادويه مع طبيب الاطفال مع طبيب الاعصاب قال يتوجه عمليه جراحيه يتوجه. لازم تصرح نكلي بسيوله بالسيولو باش كاين الاطار التربوي هذه يكون على الصوره أراني بتا يوز متاخر ما غير حاله مرضيه في القسم معليش نذكر بعض النماذج غرنا اولا ظاهره التبول الارادي غرنا ايضا تاتاء في الكلام غرنا نوبات الصرع دي فوا تصارنت لي كريزي بيليبتيك غرنا حاله الاكتئاب الانعزال ستون ديبرسيون وغيرها من الاضطرابات يبها يعني ديكون مصارحه خاصه بتا وثائق طبيه انكشف في الملف الطبي مهم جدا نقاش انا دزعي أنسوا المرو الجانب التحفيز يعني عنده ديما الاسره اهميه يعني مما مي تاع مميز نغيليس في السم دكتور المستقبل عالم المستقبل باحث المستقبل ان غ... او مثل هذه المصطلحات نقاش راه ينمي يعني يسشنا الى ان شاء الله بعيد فيما يعني دي يعني التميز في مرحله الدراسه جميل جدا ونيدي قنت تحضير نفساني ومعرفي لشخصيه الطفل قال له تزود الوعزام ها ما تزود الوعزم هذاك لا هدف جيد لا غير هدف من خلال عوامل نفسيه كالثقة بالنفس وتقدير الذات والحوار العائلي اسجل الهدف على جلسه يزود عزم الا شجع يفشل ما يقلق ما يعزم يغلب تضايز ينشارج هذا يفكر باللي يعني او فيتير مستقبلا قد يكون طبيب او طيار او مهندس او صحفي او غير يعني كل المجالات داني ابدا طبعا هدفه محدد بدقه خاطر كوه مدروس دي قلمني دي عن الامل ما راه عاد تبدا الظهر هل هو ادبي مغ علمي مغ فلسفي مغ تطبيقي تقني سي في مراحل التعليم ما نشي يعني تبدا يتفي ما ان شاء الله هذا في الجامعه مهم جدا، دون دقائق الى قيمتها يوما مصطفى نزوا الى نقطة مهمة جدا، عند نقطة الطلبة الى ننجح يعني آآ في ماشي اللي في شيعة البكالوريا غالبية، إن في التنقل يعني الانتقال من سنة إلى سنة أخرى، نصيحتي اللي كان غتنوج الأولية في تحفيز الأبناء وطي صفحة الموسم الدراسي 2016 2017 رباش باش أيوة يوسف كل تلاميذ والتلميذات اللي نول في اي طور من اطوار التعليم باللي اون الفشل فشل الفشل مؤقت وجد الفشل دائم عباره عن عائق ديك لوبستاكل ديك الحاجز بسيط جدا تنجم تعاود يعني برمجه من جديد الوسائل الدعم باش كتنجح لماذا خاطرك الاشخاص الناجحين في هذه الحياه لو كانت نسول مراحل التعليم من سن ان في غرس النجاحات غرس الاخفاقات ايضا وهذه ظاهره سنانيه وطبيعيه جدا تحدث في كل زمان وفي كل مكان بركة جاكت الاشاره تداني آه لا الاصناف من الاطفال تمايسن حالات التوحد او الحالات تصاحب مرحله الطفوله والمراهقه يعني سي الابتدائي المتوسط عموما آه نشين بيودي داني اشكر معالي وزيره التربيه تجو يعني قل اهتمام كبير بهذا المجال يعني تجو مراسلات في الحقيقة توضع نسخة العيادة حالات الأطفال إلى غرس هذا النوع من الاضطرابات والتصنيف مع الأطفال العاديين طبق غرس النفس البرامج بيداغوجيا نفس الاختبارات نفس هنالك معايير أخرى للتقييم ربما تحفزن تشجعن احتاجن علاجات تعالجن احتاجن أدوية سنتوش ايضا التنقل من يعني سنه الى سنه اخرى لازم نقطه توبي بعين الاعتبار بالمشاركه ما بين اساتذه المؤسسه الاخصائيين النفسانيين الى بالتشخيص وتقدم التقارير باش كتسنوش فرصه للنجاح في هذه الحياه خاطرك حالات التوحد ديك الاضطرابات في النمو غرس الخصائص ربما فرصه اخرى نصيو ان شاء الله. ان شاء الله نشكر امير مصطفى بوسعد في الحضور معنا غدا برشا نصائح عامه يمد لنا خزانه ديونيمار. نصائح عامة أولا سن تمدرس ديك دي 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 المراحل ديك اللحظات مهمة جدا في الحياة يعني أي ولي أي أب أي أم بعين الاعتبار أي سلوك أي تصرف تج إلا أدبنا أرايني مغلق الضلة تحطم خاطر كلو كان نزوا مثلا نمارو إلى المجتمع عند صبر آراء أن ملاقا أي شخص طرحه في السؤال هل لكي تعقل لحظة تام زور طبعا نغنيني عقله دونك مادام زدي تعقل ان نحاول نكون ايجابيين ادنجي نجي الاثر طيب خاطرك في علم النفس نتمايس يعني لا فيكساسيون قضية تثبيت بعض الأحداث في الذاكرة المحضة هذه عاد بنادم كل مرة يتفكر كالنجاحات كمثلا الزواج كالدخول المدرسي ك... نحاول نكون إيجابيين أكثر ونرافق هاد الأطفال في الأيام الأولى في حالة نفول خلل نفول الترب وهوس القهر وهوس العنف وهوس العقاب أنزوى إلى المختصين أنزوى إلى المرشدين أنزوى وسيغرس الخبرة أنجو استشارات باش إن شاء الله هنساهم يعني في نوعية التعليم مهم جدا دقيش على ندزعي ما ننسيو النقطة أخرى أخيرة أه أسلوب العنف يعني أعنف أن في الخصوص يعني أسني لأن قبل زول العزم اللي يمكن يدير الروطار يمكن يتقن رد نسب يعني أو النصائح, النصائح مهمة جدا الأستاذ يعطيك الصحة داني شو مثال بسيط جدا يقول التلميذ يزور مؤسسة ثلاث أيام وريت في القسم الزول الساحة قيمه الدورة في الساحة أسفي ثلاثة يسد المدير يعني الطفت بنوع من العنف اللفظي والجسدي سيت في القسم تكمل المعلم تصلح لا كلاس براتيكمون يصارى عقد نفسيه ومن بعد يوضام بعد تفنت لي كريز ومن بعد يبطل العزام ومن بعد لاحظت يعني بعض التصرفات من بعض الاخطاء التربويه تؤدي الى نتائج وخيمه جدا سو مني ان تولهت ان لاحظ في اموني ان حاولت نفهم نفهم فهم عاد يد للحوار بدات تخصد بدات تحسي دبي لا بيت وهكذا يعني باسلوب بسيط جدا وني لا يحتاج الى قدرات عظيمه لكن يحتاج فقط الى نوع من المرونه يعني تحتاج لا سوبلاس نوفو الخلل مو ان توجهي للمتخصصين هامي باش كنربح اولا الوقت باش كطفلي في الساعه ديال دمج المؤسسات ولتضيع سجاس سن وعزام والنصيحة الأخيرة ربما تشغل الأمهات ماذا بينا؟ الأم تجل ترونسفير تج عملية تحول المشاعر الإيجابية وارس الترقب غرص بي يعني إيجابية أكثر تجي ثقة بنفس وستحكي لهم ومس ولا المشاكل وستجي مثلا تخويف تكون مؤسسة تربوية مكملة لدور العائلة مهم جدا انزلك نقطه تردد واخيره نصيحه ربما الوالدين الى نتوين ترونسن اسنين غراس بخصوص بتا اطفلي نغ تايزو طمزان يغلب الى رقبا الى وسي استهزاء قاجيش على النعادي ديتشر من يقدر جاز ادي رجب. يعني ماذا بينا نسول فاو او كاشاره بسيطه باش نحفظ نقطه مهمه جدا نعاشي تلاحظ في العياده الحالات الضحايا التصرفات من هذا النوع ربما يكن بابا تالم مو ميس مغليس هذا زوا سي شنو فريش ما غادي تجمع ان سيلفي تبدا يتصور دي بدا يتبيبلي تبدا وهود المجال اللي بسيونو خاطرك نفسيه الطفل ما زالت ضعيفه الشهر سيق الادراك عقلي دزعلك كل لا يتصارى ربما اصلا عمليه الذبح دو غرس قاعدني تيصور البعيد ما يركبو فريش وانتهى الامر. الادراك نوزعلك وهو الادراك نو خاصه ميركبي من ني خباضني ميركبا بورس البورخس مي كلها يعني هلاوس وكلها اضطرابات لا تساهم في بناء الشخصيه قدر ما تساهم يعني في الضعف وفي الخوف المرضي لا قدر الله مستقبلا. هذه يمكن خديوي الى صدمات عنيفه في صدمات نفسيه ايضا اسج السيسياسج التبول لا ارادي سج اضطرابات في الجهاز العصبي يعني نفسيا وطبيا تاثير بادل. بارك الله فيك اشكر غاوتش امت عفوا ايوا مصطفى ابو سعد في الحضور معنا غدا وني وين ان شاء الله نلقى معك كتب الفرص بلا عيد مبارك ان شاء الله ربي يخليك ان شاء الله شكرا, شكرا. ان شاء الله ان شاء الله ربي وعيد مبارك لكل الجزائريين وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله شكرا معك ايوا مصطفى ان شاء الله نلقى معك كتب الفرص بلا عن قريب ان شاء الله تو ان نعود لش مرنا تنوبا نمرحوان سارة ميلا تبيمي معنا كتط في تم قرانت أنا زنيق نسلام دم قرية توتنا يوم برشن لنا تزنان رد سلام تزنان رد اقتراحات نصلي لانتقادات نسن دل أراء نسن شرعي لن أغنيج أن كمل أن عفر أجار أجار خدام دو عفر أجار أغل إن شاء الله يقل نعيد دم برشي إلو تيواشو لين تمرت نتزير دل جليت تدر دي وزغار دي تمورا وزغار نجابري دل إيميل مرحبا ربا سؤال تي في بوان دي زادنا الله برشنا في الفيسبوك facebook.com sلاش مرحبا، انا باج ديال دي اليوتيوب، أو بي تي في شان 4 سلاش يوتيوب، سير الخير ملا كاع، سير ان مفارق، الخميس هدا دي سند، ديك التنفس ترد، دي. انت و اثنين برشا، سلام. عيدكم سعيد، كوريبة سود العيد، السود العيد. سود العيد، عيدكم مبروك، عيدكم، عيدكم سعيد. العيد نوزديني دما. العيد نوزديني. كرتين <applause> قطعان أدم أدمل النفنة والساء بد السود العيد السود العيد عيدكم مبروك عيدكم عيدكم سعيد يريد السود العيد السود العيد عيدكم مبروك عيدكم

صربي اتنجد سمسي حما يري بد العيد السود العين السود عيدكم مبروك عيدكم عيدكم سعيد يري بد السود العين السود عيدكم مبروك عيدكم